ان شاء الله يوفقك ان شاء الله. اللي عنده اسئله كل واحد يتصل بالامام تاعو، هذه راه فرصه حقكم تريحوا. بارك الله انا ليش بارك الله فيك. تفضل. كاين امور سهله الحساب ويشوفها مع الراقي معي، هي الفيديوهات اللي موجودين في الوسائل يوتيوب. الانسان يروح للدار يقول مولدي يدير لي فيديو تاع عمره ولا تاع حج، يبدا يشوف العمره في الحج كيما راه يمشي الانسان كيما راه يمشي يشوفها كاع. اولا يبدا عنده تصور باك يروح امام يكون فقير يقول الحياه اللي ما عرفها تاع في نفس الوقت يتعلم الاذكار والادعيه هذيك كل ما يعاودوها يحفظ من الحجيجه كل ما يعاودوني. كما هذا تاع الحج لباس الاحرام هذا اللي درك تولى في روحك، كون درك ساعه تمشي للدار وتجرب وتمشي به تجرب على ما تقولك شي حاجه جديده تما واضح الامر. من بارك الله فيك. يا الحجاب الله يحفظكم ان شاء الله. النقطه اللي سيدي قلت بالنسبه للعتاد تاعكم القش تاعكم الميزان، الميزان ديروا حسابه نقصوا فيه وما تبهمتوش المشاكل تاع هي ولا من هنا ولا من هنا قاعد في الميزان.